سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامله بخير وعلى خير، ونقول لكم اهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم مطبخ وتدابير دتاح. اليوم خدمتنا في الصال دو با ماشي في الكوزينه، واليوم راح نحكوا على كيفيه كيفاش نغسلوا الحوايج بالكريستو. كاين واحد المشتركه لانسيست فريمون، كاين بزاف لي اونفا كي هضرت على الكريستو، يعني بزاف لي كانوا عندهم تساؤلات. ابارامون ماشي كامله الناس تعرفوا، بورتون يعني ناس زمان امهات كامله ما كان عندهم اريال، ما كان عندهم ايزيس، ما كانش عندهم كامله هاد المساحيق اللي نستعملوهم دركا، كانوا صابون الطف والكريستو هما اللي نطفو بهم. الكريستو هي ماده منظفه مطهره معقمه، تخرج الحوايج فريمون هايلين، سورتو لو لانج بلون. كيفاش نستعملوه؟ قبل اول حاجه نهضروا عليها، انا هضرت لكم على لا فيديو، انا نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف، كيفاش نفرزو حوايجنا بوغ افوار لانج بروبر، باش يكون عندنا لو لانج ديالنا نقي. اول حاجه السله تاعنا لازم نفرزوها، ما نحطوش الحوايج برك هكا كاتوري اترافير، نفرزو توجور لو لانج بلون. المهم اللي ما شافش يعني هذيك لا فيديو او يهبط، يعني يروح صندوق الوصف ويكليكي سوغ الرابط ويشوفها بالطبع، باش يعني افكار كيفاش نرتبو لو لانج ديالنا باش يعطينا ريزولتا فريمون مليح. اول نصيحه نديها لكم قبل ما نحكوا على الكريستو، تانيك يعني درت واحد الخلطه وبزاف مشتركات راهم فرحانين بها، ربي يفرحكم، فريمون هايله، تاع صابون الطرف. كيفاش نديرو به صابون ليكيد اللي نعاونو به باش يخرج نو سولمون نيكونوميزي وزيد اون بليس يخرج لنا لو لانج هكذا يشعل شعل. تانيك لي مع يعني عجزت ولا باغ اكزومبل عندك لو لانج تاعك، ندوك نوريكم لي طاش هكذا، طاشه كاين طاشات اللي يقعدوا في الحوايج ماغري تغسلوهم وكامله يريحوا، كي يكونوا طاشات على اليدام. النصيحه اللي نديها لكم، ديروا صابون حجره شمخوا لو لانج، دوك نوريكم هكذا هاوليك راني شمختو، وندير فيه هكا نطلي مليح كيما راكم تشوفوا هكا، راني طليتو مليح هكا بصابون حجره، وننشرو في الشمس ايبا لاطاش هذيك تاع اليدام ولا تتنحى، ومن بعد غير نغسلوها تشوفوها ديسبارات. بون دوك نهضر مع الامهات اللي ربيو دراري صغار، عندك دراري صغار جو سي جو سوي باسي بار لا، والله نحس بكم، على بالكم دراري يطليو حوايجهم دائما مسخين. نعطيك نصيحه، ما تكسريش كامله راسك، افرزي حوايج تاع البيبي ديالك ولا تاع الوليد ديالك ولا بنتك قبل ما تحطيهم في لا ماشينا لافي، جيبي صابون طف اختي، ميم ولا ما عندكش الوقت باش ديري لو ليكيد اللي وريته لك، احكمي صابون الطف وديري فوق لي طاش كامله شمخي، لازم تدي وقت باش يخرجوا حوايج وليداتك ملاح. اعطي لروحك ان بوتي مومون، نوضي الصباح بكري كي يكونوا ولادك راقيين راقدين، كل طاشه اطلي فيها صابون حجره كيما راكو تشوفي وحطيها داخل الماشينا، تخرج هايله، سورتو سورتو لا طاش كي تكون جديده، ماشي تخليها حتى انت تغسليها وتدبغ في الحوايج ومن بعد الفا تري ديفيسيل يعني باش تتنحى. كاين دي طاش تاع زمان تاع الريحه وكامله، كي يدور عليهم الوقت ما يروحوش، ديري لها واش حبيتي ما يروحوش. علاش نقول لكم لي طاش يسم سيغ بلاص يتغسلوا، سينو دي فوا كاين دي طاش والله ما كيما ديروا ما يروحوش. مي المهم اننا نتحصلوا على ان لاش بلوز او موان يكون بروبر، يعني يعني اون في دوتر ميو باش يكون فريمون داوي. قلت لكم اليوم راح نحكيو تانيك على لي ريدو، كاين بزاف مشتركات تسقسرني على لي ريدو. النصيحه اللي نديها لكم في ان ريدو باش تغسلوه بطريقه الكريستو، اول حاجه نديروها سورتو سورتو لي ريدو، مانيش نهضر على حاجه واحده اخرى، اول حاجه تشمخوا الريدوات تاعكم بلا والو في الماء باش نحو لهم اولا لا بوسيير، كي نحو الغبار من هذوك الريدوات ومن بعد ننتقلوا للمرحله الثانيه وهي اننا نشمخوهم في الكريستو الماء سخون، يعني الماء يكون ماشي فريمون سخون 90 درجه سخون، والكريستو الريدو لو كان نحطوه به بغبارو اغسليه باش حبيتي باغيال بمسيو بروبر باش حبيتي بمسيو شي با كوا، ما يتنحاش على بالكم الغبار مع الماء، ولا تزيدي هذيك تزيدي تبتي هذاك الخماش في الريدو ديالك، على بها كاين ريدوات يكونوا بيوضا باك يولوا بلون غري ومن باك غري ومن باك واحد لاكولا ما تفهمي فيها والو. الوغ ريدوات خواتاتي من الريدو من الطاقه للماء، كي نحو لهم الوسخ ديالهم تماك باش نروحوا لمرحله التنظيف، كساسوا في لا ماشين ولا في يعني بالطريقه اللي راح نوريها لكم.
قلت لكم كيفاش نستعملوا الكريستو. دوك تجوزوا تشوفوا معايا. فوالا هنايا عندي كميه تاع الماء على حساب لونج اللي عندي. كيفاش ندير كريستو؟ انا تحطته في بطه كيما هكذا. ندير كميه هكذا، ها شوفوا هكذا هكذا، ونخليه دوك توت سويت. دوك تشوفوا كيفاش يدوب، توت سويت يدوب. ها هوليك، انا غير شوفوا داب نحط فيه لونج بلون ديالي. ها هوليك الماء سخون كيما كنتو تشوفوا، ما قدش نمسو بيدي على كل حال. ها هوليك فوالا، هنايا نحط نرنخ لونج بلون ديالي هكذا. فوالا جو ترومب تري بيان الحوايج. هنا نزيد هنا شويه ماء ونخليه، نخليهم هكا، نخلطهم في الكريستو والماء ونخليهم، ونقعد نخدم شغلي قيمه ساعه زوج سوايع، ومن بعد نعصرهم ونحطهم داخل لا ماشين. ولا كاين دي تاش اللي مازالهم شويه يبانوا ابل، اكو تشوفوا ديجا غير ترنخوهم تجبدوهم تلقاو الماء ديالكم ولا كغي ولا كحل، سا ديبون ايتيسيغ تاع الحوايج ديالكم. ومن بعد تيك نطلوهم بصابون الطرف ونحطوهم في لا ماشين، ان ريزولتا كوم سا. يعني على بالي كي تسيو هاد الطريقه ما عدتوش تقدروا تستغناو عليها، ميم بوغ طراشن. على بالكم طراشن كاين بزاف اللي يغسلوا طراشنهم تقعد فيهم واحد الريحه زفره ماشي مليحه. الوغ توجور نديرو سله تكون سبيسيال بوغ طراشن، نحطو فيهم طراشن هادوك اون كولور قبل ما تغسلوهم، رنخوهم في الكريستو خواتاتي ماكغلي فيهم لي كولور. نتوما ترنخوهم واحد الساعه ولا زوج سوايع تعصرهم، ديجا تلقاو واحد واش نقول لكم نيدام وهذاك الوسخ كامله تيكهبط. تماك ديروا لهم صابون، اطليوهم صابون الطرف ولا ديروا لهم السائل اللي خدمتو معاكم ودخلوهم يتغسلوا في لا ماشين. كاين بزاف اللي قالوا لي حنا نغسلوا طراشن بيدينا. يا خواتاتي انا عندي لا ماشين نغسل فيها كلش، ماشي ندير فيها حاجه وحاجه ما نديرهاش. نلم طراشن تاعي كي تلايمو، قلت لكم نديرو في شويه كريستو بيان سور كيكونوا بزاف مسخين، ونديرهم ان لافاج وحده، ماشي نخلط طراشن بحاجه وحده اخرى. يخرجوا لا كولور تاعهم هكذا، الريحه ديالهم هكذا، نظافه يعني امبيكابل، خير من هذوك الكواغط باسكو سي با ايفيدون اشاك فوا نشو هذوك لي بابي سيرفييت تبذير، يعني سورتو اللي عنده العائله كبيره سا بو با مارشي. هادي هي خواتاتي، انا جو ترومب هكذا لو لانج ديالي هاوليك البيض، يعني اونفان الطراشن تاوعي، ومن بعد تيك نعصرهم ونحطهم في لا ماشين. فوزالي فواغ، يعني ان شاء الله انكم كاين بزاف اللي يعرفوا هاد الطريقه، اللي ما يعرفوهاش واللي سقساوني سيوها خواتاتي فوزالي فواغ. ان شاء الله يعني تكونوا فريمون ساتيسفي، تكونوا فرحانين بلو ريزولتا. ملاحظه فقط بالنسبه للناس اللي تستعمل الجافيل في الحوايج، جامي خواتاتي تستعملوا جافيل ولا يعني الحوايج ماشي مغسولين، يفو بيان لافي قبل حاجه مليح تغسلوها مليح ومن بعد تستعملوا الجافيل. والجافيل جامي تخلوه بلوس دو يعني نص ساعه باسكو يصفر الحوايج، افورس افورس يولوا لكم صفوره، يسمى اذا زاد شيء عن حده انقلب الى ضده. الجافيل يفو فيغ تري اتونسيون بالنسبه للناس اللي تستعمل الجافيل. معليش نقدروا نستعملوهم في وقت لي زورجونس تكون عندنا اون تاش، مي بور كيلكو مينوت، 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعه با بلوس، بيسك الجافيل يرجع لنا الحوايج صفوره مع الوقت. فوالا هنايا بعد ما حطينا لو لانج تاعنا في الكريستو نخلوه واحد السويعه هكا قسما ندورو نخدمو شغلنا، نعاودو دوكا ديك المرحله كيفاش نغسلو في لا ماشين. نحطو في لا ماشين ونستعملو يا السائل اللي خدمتو انا وياكم، انا قلت لكم نخلو نخلي لكم رابط اسفل الفيديو، نديرو زوج بوشونات ولا ثلاثه على حساب لو لانج اللي عندكم. كيما انا هنا ما عنديش بزاف ندير هكذا، هاوليك البوشون الاول جاتني بزاف اسئله كيفاش نستعمل هذاك الصابون اللي خدمتو. ها هوليك زوج بوسونات هكا يكفوني، واللي يعني ما خدمتش هذا السائل تستعمل صابون حجره، تشوف لي تاش مين كاين لي تاش تطلي على لونج تاعها. نديرو صابون سور لا تاش هكذا، يعني كي يكونوا دي تاش وميم في الحوايج الكول لي مونش، يعني سما هذه طريقه هايله. نديرو هكذا ونحطو داخل الماشينه. واش كاين تانيك يعني استيس واحد اخر ولا تدبيره واحد اخرى، انه كي تعود تشلل يعني تلحق المرحله التشلل، نديرو قيس فنجان هكذاك تاع خل في القجر وين الغنساج، نديرو فنجان
حوايجنا يخرجوا ماشي هكاك مخشبين يابسين. كي تخلي نحي لهم الكالكير، نحي هذاك لي في تاع تاع الصابون، ويخرجوا لنا نو سولمون الخل يعقمو يطهر، ويزيد اون بليس يعطينا اون سوبلس في بلاصه لا سوبليسون، يعني كيما نحبوش نديرو هذوك المعطرات تاع الملابس، يعطينا رطوبه ما شاء الله. وبالنسبه لدرجه الحراره، كيما انا عندي لاج بلون ماشي اقل من 60 درجه، 60 درجه بون 95 درجه كل وحده ولا ماشين تاعها، يعني بالنسبه لي عندهم لي ماشين اللي فيهم هاد لو بروغرام. نعس هنايا 95 درجه ما نحبهاش باسكو تخرج لي الحوايج مكمشين، يسمى 60 درجه تخرج لي الحوايج نقي، الماء سخون ينقي ثانيك. واللي ما عندهاش هاد لو سيستيم، كاين هادوك لي ماشين تاع بلاستيك، دير الماء سخون، دير الماء سخون وخلاص وتعس. كيما انا هنايا كي تشوفوا هنا رايلك تغسل، هنا تشلل، هنا تعصب. انا كي تلحق هنا غير نشوفها، يعني هاد لو سيستيم لومينو هذايا يلحق لهنا، انا هنا اللي ندير الخل في الدرجه. واللي عندها اللي ماشين هذوك تاع بلاستيك كي تجي تشلل دير الخل ديالها. هذه اخواتاتي المعلومات اللي قدرت نمدهم لكم اليوم بالنسبه لغسيل الحوايج بالكريستو، ويعني بالخلطه تاع صابون الحجره اللي درتها لكم، قدكم نخلي لكم الروابط تجوزوا تشوفوا بالنسبه للناس اللي ما شافتش ما فيديو. هذه هي. وحبيت نقول لكم بلي يعني ماليكم وماليا، مالكم مالي جداتك وجداتي كانوا يستعملوا الكريستو وصابون الحجره واللي هو صابون الطف واللوحه هذه تاع غسيل الحوايج، هما اللي كانوا يعني حوايجهم يشعلوا شعيل، وقد ما رحنا وجينا نعاودوا نولوا يعني لي تروك تاعنا، يعني الحاجات تاع التقاليد تاعنا هي اللي خرجت عليا انا بيرسونيلمون. صابون الحجره والكريستو هما اللي عاونوني في تنظيف تاع لولانج ديالي. هذه يا خواتاتي ان شاء الله لا فيديو تاع اليوم تكون يعني فرحت ولا البيت بها الطلب تاع بزاف مشتركات اللي كانوا يتسائلوا على الكريستو، واللي كانوا يقولوا لي اسكو نقدروا نستعملوه في لافلانش في الماشينه. لا لا يا اختي، الكريستو يفسد الماشينه، الكريستو تلمو فيه ماده منظفه يقدر ينحي لنا هذيك لا غريس لي فلاتيو تري تاع لا ماشين وتولي دير الصوت. الوغ اي فو ميو فير تري اتونسيون ما تستعملوش الكريستو في لافلاج. هذه يا خواتاتي بقعد لي نقول لكم دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.